بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، خطط لمستقبلك، خططي لمستقبلك. النهاردة هنخطط لحاجة في غاية الخطورة يا جماعة، خطط للفردوس الأعلى. خططي انك انت تبقي جارة للنبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. خطط انك تبقى ساكن جنب سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم في الفردوس الأعلى. خططي ان انت تبقي جارك من ناحية سيدنا أبو بكر الصديق، ان انت تبقي جارتك من ناحية سيدة خديجة بنت خويلد، ان انت تبقى جارتك من ناحية سيدة فاطمة او سيدة عائشة. خططوا لمستقبلكم يا جماعة، خطط للفردوس الاعلى. مفيش نبي هيسكن في الجنة من تحت، كل الانبياء في الجنة من فوق في الفردوس الاعلى. مفيش صديق الا وهيسكن في الفردوس الاعلى، الشهداء في الفردوس الاعلى، الانبياء في الفردوس الاعلى، اصحاب الانبياء في الفردوس الاعلى، الائمة في الفردوس الاعلى. يعني انا عايز اقول لك ان انت لو ما سكنتش مع الناس اللي فوق مع سكان الفردوس الاعلى، لو سكنتي تحت مع اصحاب اليمين بس في الجنة، هيفوتك حاجات كتير قوي وهيفوتك نعيم كتير قوي. خططوا للفردوس الاعلى يا جماعة، هي دي الرحلة اللي هنبدأها مع بعض من اول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. واحنا بنتكلم عن التخطيط للفردوس الاعلى او التخطيط لمستقبلنا، النهاردة مع محطة الفردوس الاعلى باذن الله. واحنا دلوقتي بنتكلم عن الطريق للفردوس الاعلى، الطريق السريع وراه اهو يا جماعه، الطريق السريع العربيات رايحه جايه، الاسفلت بتاعه اتنحل من كتر مجهود العربيات للنهار. العربيات ديت مسافره عشان الدعوه الى الله، ولا العربيات دي مسافره عشان التجاره وعشان الدنيا وعشان الشركات وعشان الصفقات؟ كل ده عشان الدنيا يا جماعه. يبقى اذا كان اهل الدنيا بيبذلوا المجهود الرهيب ده للنهار عشان يرتفعوا في الدنيا، احنا ما عندناش همه ليه؟ ما عندكيش همه للفردوس الاعلى ليه؟ بتقول اهي جنة والسلام وخلاص ليه؟ بتقولي وقت الله يعين الله ليه؟ ما بتفكريش بطموح عالي انك انت تبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ليه؟ ما بتفكرش زي الصحابة لما كانوا بيبكوا الليالي لانهم خايفين انهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وما يبقوش يشوفوه في الدنيا وما يبقوش معاه في الجنة؟ ليه يا جماعة ما عندناش طموح؟ ليه ما عندناش طموح ان زي العربيات ده ايه؟ ما بتقطع الطرق السريعة ليل نهار الاف الكيلومترات، احنا نقطع الطريق الفردوس الاعلى مهما كان صعب، مهما كان عالي، مهما كان التمن هندفع يا رب، مهما كان التمن هنتحمل يا رب. احنا بنبيع ايه بايه؟ احنا بنفرط في ايه عشان ايه؟ احنا سايبين ايه عشان ايه؟ عايزين نفوق. الدرس ده، المعنى ده، التخطيط للفردوس الاعلى ده حمله من اجل اليقظه على قلوبنا، من اجل ان احنا نفوق يا جماعه، من اجل ان احنا لما بيحبوا في الجيش يعني يتاكدوا ان الجيش سليم بيعملوا حاجه اسمها تفتيش حرب. يلا فتش على كل حاجة كأني في بكرة حرب. احنا الوقت عايزين نعمل تفتيش حرب على قلوبنا. انت قلبك جاهز انه يعرض على الله بكرة؟ لو انت مت النهاردة قلبك جاهز انه يعرض على الله بكرة؟ عايزين نقف مع نفسنا واحنا بنخطط للفردوس الاعلى عشان نتخيل يعني ايه الجنة يا جماعة، عشان نتخيل يعني ايه نعيم الجنة يا اخوانا. تخيل كده، يعني إيه، انت عايز تتقدم لعروسة، فانت نفسك تشوف هي حلوة ولا لا، فواحد قال لك ده جميلة، فبتقول له لا انا عايز اشوفها، انا عايز اتاكد منها، هات لي صورة ليها. قال لك لا، انا مش هجيب لك صورة ليها عادية، مش هجيب لك صورة ليها بميك اب، مش هجيب لك صورة وهي عاملة شعرها، مش هجيب لك صورة وهي لابسة موديل ستايل، انا هجيب لك صورة ليها وهي صاحية من النوم. وهي صاحية من النوم هتبقى عينيها منفوخة، هيبقى وشها شكله ايه؟ هتبقى شكلها يعني صعب جدا. ازاي؟ قال لك انت لما هتشوفها وهي صاحية من النوم انت مش هتقدر تستحمل الجمال بتاعها. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله معانا، وهو بيعرفك زوجتك في الجنة دي هيبقى شكلها ايه، وهو بيعرفك جمالك في الجنة هيبقى شكله ايه، وبيوصف حورية من حوريات الجنة. بس النبي بيوصف حورية خام، خدوا بالكم يا جماعة الحديث ده في معنى جميل جدا، حورية خام، حورية من غير مقب، من غير برفانات، من غير اي مجوهرات، من غير موديلات، من غير حتى شعرها، حورية النبي بيوصفها خام. يعني ممكن نقول حورية صاحية من النوم مثلا، يعني ولو ان من نعيم الجنة ما فيش في الجنة نوم، ولكن تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف في صحيح البخاري بيقول ايه، بيقول لو اطلعت امرأة من نساء الجنة واحدة من حوريات الجنة
على الارض لملأت ما بينهما ريحا. يعني ايه؟ يعني البرفان ريحتها، الريحة الجميلة بتاعتها تملك كرة الارضية القارات الستة، تقول ايه البرفان اللي طلع ده؟ ايه الريحة العاصفة الجميلة اللي طلعت دي؟ ده يا جماعة مش ريحة البرفان اللي حطاه، دي ريحة جسدها. مش في الدنيا في غدد عرقية بتفرز عرق؟ الحورية عندها غدد عطرية بقى، يعني جسمها نفسه جلدها نفسه ده الريحة الطبيعية بتاعتها. ده لسه مفيش برفانات، ده لسه مفيش اي اضافات. شوف النبي بيقول ايه كمان بقى عليه الصلاة والسلام، ولا اضاءت ما بينهما. يعني الشمس دي اللي جاية في وشي دلوقتي وممكن ما انا مش عارف افتح عيني بسبب الشمس اللي جاية في وشي، الشمس دي تطفي ونور وجه الحورية. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف لك هنا ايه؟ بياض وجهها، جمال وجهها. يعني ايه؟ يعني من غير كريم اساس، من غير كريم تفتيح بشرة، من غير اي اضافات على وشها، ده بياض وشها بس لوحده يقوم منور الدنيا كلها. يعني لسه مفيش مكياج خالص. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيقول لك ولا نصيفها على رأسها، يعني الخمار بتاعها، خمار خير من الدنيا وما فيها. هو ستات الجنة محجبات؟ هو انا مراتي في الجنة هتمشي معايا في الجنة وهي محجبة؟ هو انت هتبقي في الجنة محجبة؟ يعني ايه نصيفها على رأسها؟ مش المعنى هنا يا جماعة ان هي الست هتمشي محجبة في الجنة، انما شيل شعرها وشيل الستايل بتاع شعرها وشيل الصبغة واللون بتاع شعرها، شيل اي حاجة خالص، وهي كده اهو شكل وشها بس، عينيها وشفايفها وخدودها كده اهو من غير اي حاجة، لو بس نصيفوها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ملكات جمال العالم، نجمات هوليود، البنات اللي خدوا اجمل نساء في العالم في كل مسابقات ملكات الجمال، كل ده ولا شيء في شكلها وهي لابسه الخمار بتاعها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لنا يا جماعه حوريه صاحيه من النوم، حوريه من غير مكياج ولا برفان ولا موديلات ولا عامله شعرها ولا اي شيء خالص، وهي صاحيه من النوم كده لون وشها، جمال شكلها، شكل ملامحها من غير حتى شعرها، ريحتها من غير اي برفانات ولا اي حاجه تغير حال الكره الارضيه كلها. دي واحده بس الوقت على وجه الكره الارضيه 4 مليار امراه، يعني من وسط ال 7 مليار او ال 8 مليار اللي ساكنين على وجه الكره الارضيه 4 مليار امراه، امراه واحده بس من اهل الجنه تطلع على الارض تغير القارات السبعه اللي موجوده على وجه الكره الارضيه. ده ما هو شيء في نعيم الجنه، ده ما هو شيء في نعيم الفردوس الاعلى، ده ما هو الشيء في النعيم اللي مستنيك والنعيم اللي مستنيكي. لو تعبنا عشان ربنا، لو جاهدنا عشان ربنا، لو قررنا ان احنا نفصل في علاقتنا بربنا، لو قررنا ان احنا طلاب اخره ما احناش طلاب دنيا. هنبدا الوقت يا جماعه باذن الله مع بعض رحلة دخول الجنة. انا مش عايز اكلمك الاول عن الجنة او اكلمك عن الجنة الا لما نعيش بقلوبنا مع بعض رحلة دخول الجنة. يعني ايه رحلة دخول الجنة؟ انا هبدأ معاكم من اخطر لحظة نقدر نبدأ بيها، من لحظة اعلان النتيجة. تخيلي مثلا وانت طلعتي الاولى على الثانوية العامة، تخيل مثلا وانت جبت مجموعة الكلية اللي انت نفسك فيه، تخيل كده لحظة اعلان النتيجة، لحظة تسلم تصريح دخول الجنة. عارفين يا جماعة مش تصريح دخول نادي انت نفسك تدخله بس الاشتراك بسبعين الف جنيه في السنة ووالدك ما يقدرش يدفع المبلغ ده، لحظة ما تتسلم بيمينك من الله سبحانه وتعالى تصريح دخول الجنة. شوف اللحظة دي في سورة الحق، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. يعني اللي بيحصل هنا يا جماعة ايه؟ يعني في فرق ان الصحف تتطاير واحد ياخدها بيمينه، وان واحد ساعة العرض على الله ربنا سبحانه وتعالى يعلن امام الخلائق لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا، لقد سعدت فلانة بنت فلان سعادة لا تشقى بعدها ابدا. تخيل ربنا بيقول ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه، يعني ساعتها السيئات بتتشال وصحيفة السيئات بتترمى بتتعدم خلاص، وتستلمي صحيفة حسناتك بس اللي انت هتدخلي بها الجنة، بس ربنا عفى عن كل السيئات خلاص، وتاخد بطاقة دخول الجنة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرأوا كتابي. من كتر الفرحة انت ما انتش قادر تتخيل، انت مش قادر تتصوري، كأن انا خلاص ربنا
ربنا امر ان انا ادخل الجنة ربنا ازلني بالجنة. ها ام تعالوا يا ناس، تعالوا يا ايها الصالحين، تعالوا يا كل البشرية، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا علينا لما كنا بنطيع ربنا، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على انقابي، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على وسام السنة، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على اتباعنا للدين، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا عليا لما كنت بغض بصري، تعالي يا اللي كنت بتتريقي عليا لما كنت ابعد عن ان انا اتكلم مع شاب من الشباب، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على اي شاب لانه بعد عن الاختلاط او بعد عن النظر الحرام او ما اتفرجش على مواقع سيئة، تعالوا تعالوا يا صحبة يا صالحة، تعالوا يا كل واحد كلمنا عن ربنا في يوم من الايام، هاؤم اقرأوا كتابي، تعالوا شوفوا انا عملت ايه، شوفوا قيام الليل، شوفوا صيام النهار، شوفوا العبادة اللي انا عبدت ربنا بيها، شوفوا الدموع اللي سالت من قلبي قبل عينيا وانا بقرأ القرآن، شوفوا جلسات الذكر، شوفوا جلسات الضحى اللي عدتها في الجوامع، شوفوا زيارة المقابر من اجل الاضطهاد، شوفوا كل كلمة قلتها عند ربنا، شوفوا كل جنيه اديته لحد فقير، هاؤم اقرأوا كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي، انا كنت عارف ان اليوم ده جاي، انا كنت بشتغل عشان اليوم ده، انا كنت بخطط للحظة دي، انا كنت بكافح، انا كنت بجاهد وانا متوكل على الله عشان اللحظة دي، اني ظننت اني ملاق حسابي. وهنا وفي وسط الافراح دي كلها يأتي اعلان النتيجة من مالك الملك، يعني في الاول هو اللي قال للناس انا فزت انا نجحت، انما اللي هيحصل الوقت يا جماعة شيء عظيم، ان ربنا اللي قدام اهل المحشر كلهم هيقول ان فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا، فهو في عيشة راضية، فهو في ايه؟ عيشة. الشاب الوقتي لما يقول لك ده فلان ده عايشة، يعني ايه عايشة؟ من رحلة الحفلة لطلع الفيستيفال كالر، لا 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 عايش حياته، لا يا حبيبي مش دي العيشة، العيشة في طاعة ربنا، فهو في عيشة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية زي قصور الملوك والامراء، قطوفها دانية، الدنيا قطوفها قاسية يا جماعة، الدنيا صعبة، الجنيه بيجي بطلوع الروح يا جماعة، الدنيا صعبة، عشان تاخد شهادة، عشان تاخد شهادة جامعية قعدت 20 سنة من عمرك من وانت عندك 4 سنين تنزل من وانت الساعة 5 الصبح تروح الدراسة ودروس خصوصية وامتحانات عشان في الاخر يبقى معاك شهادة تعلقها على الحيطة، الدنيا صعبة، الجنيه صعب، الفلوس صعب، الترقية صعبة، المراكز صعبة، قطوفها قاسية، انما الجنة قطوفها دانية، كل النعيم بقى بين ايديك وشبيك لبيك، النعيم كله بقى بين ايديك وبين ايديك، النعيم قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، الدنيا راحت وكل حاجة انتهت وكل حاجة في الدنيا راحت يا جماعة، خلاص الدنيا خلصت، اللي يعني سبحان الله زي اللي عمل فرحه فرح فاسد وجاب راقصات وجاب فرق وجاب وجاب، واللي عمل فرح لم يعصي الله سبحانه وتعالى فيه، ده رجع بشنطة سيئات وده رجع بشنطة حسنات، والليلة راحت على ده وراحت على ده، يبقى القضية كلها خلصت خلاص، الليلة اللي راحت في العبادة راحت، والليلة اللي راحت في الفجور راحت، يبقى القضية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، خلاص الدنيا راحت وفضل الجهاد والتعب والحسنات بتاعتكم، الف مبروك الف مبروك، ديت النقطة الاولى في الرحلة بتاعتنا، واحنا بنتكلم عن الفردوس الاعلى، واحنا بنتكلم عن الطريق للفردوس الاعلى، واحنا بنتكلم عن الطريق للجنة، لحظة اعلان النتيجة من الوقت رسميا انت بقيت من اهل الجنة، من الوقت انت رسميا بقيت من اهل الجنة، من الوقت كل اللي هيتعامل معاك ومعاكي هو التأهيل لدخول الجنة، ما بين اعلان النتيجة وما بين اول قدم نضعها في الجنة يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو ده الخطوة التانية في الرحلة الجميلة اللي احنا بنتنسمها مع بعض الوقت يا جماعة، الطريق الى الفردوس الاعلى. سنعود بعد اعلان النتيجة، بعد ما بقيت رسميا يا رب من اهل الجنة خلاص باذن الله سبحانه وتعالى، بتدخل في مرحلة جميلة قوي يا جماعة، حاجتين بيحصلوا هنا، الحاجة الاولانية اول مرة هتشوف الجنة من برة، لسه الجنة من برة مذهلة يا اخوانا، الجنة من برة لا تقل جمالا عن الجنة من جوه، اول مرة هتشوف الجنة من برة، انا هبقى من اهل المكان دوت، الحدث الثاني حدث في غاية الخطورة ولازم ناخد بالنا منه ولازم نلتقطه من القرآن والسنة
ونوصفه كويس جدا، حفلات دخول الجنة. ده اللي بيطلعوا الأوائل على الثانوية العامة، قبل ما بيدخلوهم الجامعة بيعملوا لهم حفلات كبيرة، الأوائل في كل حاجة بيحتفلوا بيهم قبل ما بياخدوا المواقع بتاعتهم. حفلات دخول الجنة يا جماعة، حفلات اللي بتحصل على أبواب الجنة. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن مشهد عظيم جدا، مشاهد دخول الجنة. مشاهد دخول الجنة بالنسبة لكل نوعية غير النوعية التانية، يعني مشهد دخول المتقين. المتقين دول يعني في المسلمين، الأعلى منهم المؤمنين، الأعلى منهم المحسنين، الأعلى منهم المتقين. شوفي ربنا بقى بيقول إيه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت الجنة يعني يا أخوانا لقاء الحبيب بالحبيب، يعني هو بيجري عليها وهي بتجري عليه، يعني لقاء هو بيحبها وهي بتحبه، هو مشتاق ليها وهي مشتاقة ليه. الجنة بكل اللي فيها، الجنة بحورها، الجنة بملائكتها، الجنة بنعيمها، الجنة بأشكارها، الجنة مشتاقة له، الجنة بتجري عليه وهو بيجري عليها. وأزلفت الجنة، الجنة يا أخوانا فوق في السماء عند سدرة المنتهى، يعني الجنة فوق السماء السبعة، يعني الجنة بيننا وبينها السبع سماوات، يعني لا يمكن حد يقدر كده مثلا يجري يوصل للجنة. لو الجنة ما قربتش ليكي، لو انت ربنا ما ادكيش حاجة توصلي بها للجنة زي البراق في رحلة المعراج، محدش هيوصل لها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني ايه غير بعيد؟ غير بعيد يا اخوانا، انت عارف واحد بيحلم بحاجة قوي 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 وخلاص بقت قريبة، خلاص ما عادتش بعيدة. غير بعيد دي كلمة بتلمس اوتار القلب، ده كلمة ما عادتش بعيدة، ما عادتش بعيدة في الزمان، كلها حاجة بسيطة وهتدخلوها وتبقوا من أهلها. ما عادتش بعيدة في المكان، ما عادتش بينكم وبينها سبع سماوات. غير بعيد، هذا ما توعدون. هذا اسم إشارة للقريب، يعني الجنة بقت قدامك. هذا ما توعدون لمين؟ للي دفع الثمن، لكل أواب، أواب عنده أوراد عبادة ثابتة لا يحيد عنها أبدا، جلسة الضحى كل يوم، قيام الليل كل يوم، تكبيرة الإحرام ثابتة، لكل أواب حفيظ، حفظ الله بالغيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. وهو لسه ما شافش ربنا وما شافش جلال ربنا في السماوات، ولكن عظم جلال ربنا، وجاء بقلب منيب. ما جاش برجليه لربنا، ده جاي بقلبه. أنت جاية قلبك لربنا. الكلام اللي بقوله لك دلوقتي عامل ايه في قلبك؟ عمل ايه في قلبك؟ لو انا بكلمك دلوقتي عن فندق سبع نجوم كان زمان قلبك اتحرك. لو انا بكلمك دلوقتي عن الساحل الشمالي، ولو انا بكلمك دلوقتي عن قصر من قصور الملوك او الامراء انا دخلته بوصفه لك، كان زمان قلبك اتحرك. انا بكلمكم عن اللحظه من كل ده يا جماعه، انا بكلمكم عن النعيم اللي ربنا خلقه بايديه عشانك وعشانك. يعني ده مشهد دخول المتقين. طب مشهد دخول المتوكلين، مشهد دخول المتوكلين النبي عصام بيقول ايه؟ 70,000 يدخلون الجنة متماسكون، متماسكون وجوههم كالقمر ليلة البدر. 70,000 قمر، 70,000 بدر داخلين مع بعض، وباب الجنة يسع 70,000 واحد في لحظة واحدة. يا اخوانا يبقى الجنة دي وسعها ايه؟ والجنة دي ابوابها شكلها ايه؟ وداخلين ماسكين ايدهم في ايد بعض زي ما كانوا في الدنيا عندهم اخوة وتماسك في الجنة، داخلين باخوة وتماسك. مشهد دخول الزاهدين لما مات، يعني سبحان الله العظيم، لما مات بشر الحافي رحمه الله، فواحد رأى في الرؤيا وكان من كبار الزاهدين في الأمة، فواحد رأى في الرؤيا فقال يا بشر ما فعل الله بك؟ فقال أجلسني على مائدة، على مائدة، مائدة بقى كلها بقى طعام وشراب من الجنة، وقال لي كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. تخيلوا بقى الزاهدين اللي زاهدوا في الدنيا، اللي زاهدوا في نعيم الدنيا، اللي زاهدوا في ملذات الدنيا، وهم داخلين الجنة وبيشوفوا الثواب بتاعهم. ما عادش في زهد يا جماعة، ما عادش في اخوانا حاجة اسمها زهد، ما عادش في حاجة اسمها ان انا هسيب حاجة عشانك يا رب، ده انا سبت كل حاجة عشانك في الدنيا، عشان انت بتديني النهاردة كل حاجة في الجنة يا رب. مشهد الرهيب بتاع حفلات دخول الجنة ربنا بيوصفه في اخر سورة الزمر، مشهد دخول اهل الفردوس الاعلى بقى، مشهد دخول اللي بينادوا من ابواب الجنة الثمانية. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. الى الجنة، الطالب بيخلص الامتحانات يقولوا له يلا على الساحل الشمالي، يلا على شرم، وهو رايح بقى والهوا كده في العربية جاي بقى ايه في وشه كده بيبقى متنسم نسائم الساحل الشمالي، وبينه وبينه لسه 300 كيلومتر. الى الجنة يا جماعة، احنا مش رايحين لمتعة في الدنيا، احنا رايحين للجنة. متخيلين البهجة اللي في القلوب ايه؟ وثيق، وثيق ديت يعني متساق بيهم، يعني راكبين، راكبين حاجة اسمها النجائب. النجائب ديت عاملة زي البراق كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلع بيه سبع سماوات، ده دي وسيلة المواصلات اللي هتقطع
بك 7 سماوات للوصول للجنة، للوصول لسدرة المنتهى، للطلوع فوق السماوات 7. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، دول القوامين ودول الصوامين ودول المجاهدين ودول الدعاء إلى الله ودول حفيدات عائشة وفاطمة، إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها، حتى إذا الفجائية، ما كانوش متخيلين المنظر الرهيب بتاع الجنة بقى، ما كانوش متخيلين الروعة الباهرة بتاعت الجنة دي. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وبدأت أبواب الجنة 8 تتفتح، كل باب جايب أصناف من العطور غير التاني، كل باب جايب مشاهد من النعيم غير التاني، كل باب ستايل وموديلات وتصميمات غير التاني، كل باب جايب ألوان للأشجار. ده الدنيا فيها 7 ألوان بس، أمال الجنة فيها ألوان شكلها إيه؟ أنتوا متخيلين المنظر؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بدأت الباب يتفتح واحدة واحدة كده، وأنت تبص على اللي جوه، أنت مش داخلة على معرض جاليري وبتبص على تحف جاية من فرنسا وجاية من ألمانيا، تبص على الجاليري بتاع الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، لأنها كنوز لها خزنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها طبتم. الثمرة لو جبنا تمرة من أي نخلة من النخلة أو أي شجرة، لما بتطيب معناها استوت، كلها استوت. فتخيل كده أنت قلبك كله استوى، ما عادش في قلبك شهوات ولا شبهات ولا أمراض، قلبك كله طاهر، قلبك كله نظيف من جوه، أبيض بس الحق وحقيقي. طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. أول كلمة يقولوها مع أول قدم ليهم في الجنة، يا رب وعدنا يا رب. يعني تخيلي كده أول قدم ليكي في الجنة هتقولي إيه في اللحظة دي؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يا رب أنت اديتنا كل حاجة حيث نشاء. بيسموها إيه؟ كارت بلانش. بيسموها إيه؟ بيسموها أمريكا، يقول لك خد الجرين كارد يروح أي ولاية من أمريكا على راحته. أي لو واحد معاه تصريح دخول كل النوادي حيث يشاء، أي مكان، أي نعيم في الجنة بقى بين إيديك وبين إيديكي. فنعم أجر العاملين، مش أجر المتكلمين، مش أجر الكلمنجية، أجر اللي بيشتغلوا. مين فينا قام الليل يا جماعة؟ مين فينا ناوي يقوم الليل الليلة اللي جاية دهية؟ مين فينا يا إخواننا بيصوم 2 وخميس؟ مين فينا يا إخواننا بيحافظ على صلاة الضحى أو على جلسة الضحى؟ مين فينا يا جماعة نفسه يدخل الجنة، عايز يوصل للجنة، عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. يعني في نهاية الحلقة دهية احنا كنا بنتكلم عن الرحلة في الطريق للجنة. هنكمل الحلقة الجاية ان شاء الله في حلقات خطط للفردوس الاعلى. هنكمل النهاردة بس يا جماعة، بدأنا نتكلم عن لحظة اعلان النتيجة، وبعد كده الطريق للجنة، ومنظر الجنة من برة، ومنظر حفلات الاستقبال العظيمة في الجنة. عارفين المرة الجاية هنبدأ بايه؟ هنبدأ بمعنى مهول يا اخوانا، هنبدأ بمعنى اول يوم في الجنة، واول يوم جمعة في الجنة. اشمعنى الجمعة؟ الجمعة ده يوم في الجنة خاص جدا، زي ما كان عيد المسلمين في الدنيا، كل جمعة في الجنة ده عيد، عيد في حاجات جديدة في الجنة. هنبدأ المرة الجاية مع اول يوم في الجنة، مع اول رحلة في الجنة، مع اول لقاء بينك وبين حبيبتك ومراتك في الجنة، مع اول مرة هتاكل فيها من ثمار الجنة، مع اول مرة هتنظر فيها لوجه الله الكريم في الجنة، مع اول مرة هتشم ريحة الجنة، مع اول مرة هتسبح في نار الجنة. يا ترى اول يوم في الجنة ده شكله ايه؟ يا ترى اول يوم في الجنة ربنا اتكلم عنه في القرآن، واتكلم عنه فين، وقال عنه ايه؟ هو ده المعنى اللي هنبدأ به الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم متعنا بصحبة نبيك في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا النظر لوجهك الكريم بكرة وعشيا في الفردوس الاعلى، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.